السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. كيف كتلاحظوا فأنا حاملة بين إيدي هذا المنتج اللي أنا استعملته مدة شهرين، وقررت نسجل هذا الفيديو حتى نعطيكم رأيي فيه. فهذا عبارة عن كريم تقشير اسمه بيرفكت. أول مرة تعرفت على هذا كريم التقشير فكنت في الصالون، يعني رايحة حتى أعمل مانيكير، وصاحبة الصالون استعملت هذا المقشر، يعني وضعته على اليد حتى تقشر هاد البشرة. ومن بعد في يوم من الأيام كنت عند محل مكياج ووجدته بالصدفة، وجدته بمستخلصات المشمش والفراولة والصبار ومستخلصات تانية يعني نسيتها. وأنا اشتريت هذا اللي بخلاصة الصبار لأنه مكتوب فيه هنا كريم تقشير للوجه، ولكن في الحقيقة أنا ما كنستعمله فقط للوجه ولكن للجسم بالكامل. يعني المقشر ما عنده أي آثار جانبية على بشرة الوجه لأن بشرة كتير حساسة، يعني ما راح يأثر أبدا سلبيا على باقي بشرة الجسم. حتى ما يوقع خلط فهذا كريم تقشير وليس غسول تقشير. وشنو الفرق ما بين الكريم والغسول؟ فالغسول يعني توضعيه على البشرة وتغسليه فقط بالماء، يعني فيه مقشر وفيه أيضا الصابون. أما الكريم فهو لا يحتوي على الصابون، يعني لو غسلتيه فقط بالماء تظل البشرة فيها دهون، يعني من الضروري من بعد لازم تستعملي الصابون. يعني هذا كريم تقشير، يعني انتبهوا لا تنسوا. وايضا فانا كيف قلت فانا كنستعمله للجسم بالكامل، لما يعني ما يكون عندي الوقت اني اعمل حمام مغربي يعني صابون وفرك، فانا اكتفي باستعمال هذا الكريم التقشير للجسم بالكامل، وفعلا فهو يعطيني نفس النتيجة، يعني تقريبا نفس النتيجة. يعني احس انه الدورة الدموية مرتاحة، وحس انه جسمي خفيف وما فيه خلايا ميتة. وايضا حجم العلبة فهو من الحجم الكبير، فهي توزن 500 مليلتر. فشوفوا ما شاء الله، يعني انا استعملتها تقريبا مدة شهرين مرة في الاسبوع وما زالت العلبة مملوءة. وهذا هو شكلها من الداخل، وهذا هو شكل الكريم. ممكن توزعيه على البشرة بسهولة، ويحتوي على هذه الحبيبات الصغيرة جدا اللي يعني ما تخافي عليها، فهي ما تخدش ولا تخلي اي جروح في البشرة لانها دقيقة جدا. فبالنسبة للتقييم لهذا المقشر فانا نعطيه 10 على 10، لاني تقريبا شهرين وانا استعمله وما شفت منه غير النتائج الايجابية. بالنسبة لطريقة الاستعمال، ناخذ فرشاة المكياج ونوضع بها هذا الكريم التقشير على البشرة، نخليه حتى ينشف لانه البشرة هي تتشرب الكريم. وبعد نقوم بهذه الحركة الدائرية بهذه الطريقة. هذه العملية هي تساعدنا على تنشيط الدورة الدموية وأيضا إزالة الخلايا الميتة. ثم نغسل اليد بالصابون. فوصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى المعلومات البسيطة اللي عطيتكم تفيدكم. أشكركم على المتابعة ومع السلامة.